فد علي ذا الحجر الحر بطلعش من بيتي. هذا بيتي تمت فيه حياتي. عشت انا بدي اموت انا. اللي بيطلع من بيت هو من بيت هذا جبان. ولا يساوي شيء في حياتي في نظري. هذه ارضي وطني. جدي هان عاش وابوي عاش وانا بعيش وابني برضو حيعيش هان في هذا الوطن. ان شاء الله نتمنى لكم الخير والتوفيق. قديش عمرك يا عم؟ عمري بالضبط انا مواليد 40. ما شاء الله. الحمد لله صامد في بلدي وفي ديني وفي وطني. والله يكتب لكم السلامه جميع. طب مين كانت اقوى الحرب ولا حرب 67؟ 67 انا حضرت 48 56 67 والحروب الصغيره هذه وحرب هذا اصعب شرسه حرب شفته في حياتي الحرب هذا لانهم جايين ناس مجرمين ذئاب هدوا البيت قتلوا الاطفال رموا النساء رموا الاطفال حسب الله وانت نعم الوكيل عليهم نتمنى لهم ان شاء الله الهزيمه والكسره بعون الله والله يذلهم وينتقم من الدول العربيه اللي ما نصرتنا في هذه القضيه. ده سألك يا حاج لو دخلت الدبابه لهان ايش بدك تعمل؟ لا حول ولا قوه الا بالله. اذا بموت موت شهيد ان شاء الله اني انا بموت شهيد في وطني في داري افضل ما اكون اروح على المدارس واروح على اي مكان. احنا مالناش من نوع هذا. انا مواليد في هذا المكان مواليد في جباله وحيموت واعيش في جباله واموت في جباله ان شاء الله.